بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس 70 بعد 100. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. يواصل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الكلام في تقرير قرب الله سبحانه من خلقه، فيقول: والرب سبحانه لا يشغله سمع عن سمع ولا تغلطه المسائل، بل هو سبحانه يكلم العباد يوم القيامة ويحاسبهم، ولا يشغله هذا عن هذا. قيل لابن عباس: كيف يكلمهم يوم القيامة كلهم في ساعة واحدة؟ قال: كما يرزقهم في ساعة واحدة. قال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيخلو به ربه كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدر. والله سبحانه في الدنيا يسمع دعاء الداعين ويجيب دعاء السائلين مع اختلاف اللغات وفنون الحاجات، والواحد منا قد يكون له قوة سمع يسمع كلام عدد كثير من المتكلمين، كما أن بعض المقرئين يسمع قراءة عدة، لكن لا يكون إلا عددا قليلا قريبا منه. والواحد منا يجد في نفسه قربا ودنوا وميلا إلى بعض الناس الحاضرين والغائبين دون بعض، ويجد تفاوت ذلك الدنو والقرب. والرب تعالى واسع عليم، وسع سمعه الأصوات كلها وعطاؤه الحاجات كلها. ومن الناس من غلط فظن أن قربه من جنس حركة بدن الإنسان إذا مال إلى جهة انصرف عن الأخرى، وهو يجد عمل روحه يخالف عمل بدنه، فيجد نفسه تقرب من نفوس كثير من الناس من غير أن ينصرف قربها إلى هذا عن قربها إلى هذا. كذلك يجد في نفسه خضوعا لبعض الناس ومحبة، ويجد فيها إعراضا عن قوم غير ما هو قائم بالبدن. ففي الجملة ما نطق به الكتاب والسنة من قرب الرب من عابديه وداعيه هو مقيد بخصوص لا مطلق عام لجميع الخلق، فبطل قول الحلولية كما قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. فهذا قربه من داعيه، وأما قربه من عابديه ففي مثل قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، وقوله: وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضته عليه، وقال: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. فهذا قربه إلى عبده، وقرب عبده إليه، ودنوه عشية عرفة إلى سماء الدنيا لا يخرج عن القسمين. فإنه صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. فدنوه لدعائهم، وأما نزوله إلى سماء الدنيا كل ليلة فإن كان لمن يدعوه ويسأله ويستغفره، فإن ذلك الوقت يحصل فيه من قرب الرب إلى عابديه ما لا يحصل في غيره، فهو من هذا. وإن كان مطلقا فيكون بسبب الزمان لكونه يصلح لهذا وإن لم يقع فيه. ونظيره ساعة الإجابة يوم الجمعة، روي أنها مقيدة بفعل الجمعة، وهي من حين يصعد الإمام على المنبر إلى أن تقضى الصلاة، ولهذا تكون مقيدة بفعل الجمعة. فمن لم يصلي الجمعة لغير عذر ويعتقد وجوبها لم يكن له فيها نصيب. وأما من كانت عادته الجمعة ثم مرض أو سافر فإنه يكتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم، وكذلك المحبوس ونحوه. فهؤلاء لهم مثل أجر من شهد الجمعة، فيكون دعاؤهم كدعاء من شهدها. تكون الرحمة التي تنزل على الحجاج عشية عرفة وعلى من شهد الجمعة تنتشر بركاتها إلى غيرهم من أهل الأعذار، فيكون لهم نصيب من إجابة الدعاء وحظ مع من شهد ذلك.
كما في شهر رمضان، فهذا موجود لمن يحبهم ويحب ما هم فيه من العبادة، فيحصل لقلبه تقرب إلى الله ويود لو كان معهم. وأما الكافر والمنافق الذي لا يرى الحج ولا الجمعة فرضا وبرا، بل هو معرض عن محبة ذلك وإرادته، فهذا قلبه بعيد عن رحمة الله، فإن رحمة الله قريب من المحسنين، وهذا ليس منهم. وروي في ساعة الجمعة أنها آخر النهار، فيكون سببها الوقت. وقد ثبت في الصحيح أن في الليل ساعة استجاب الدعاء فيها كما في الجمعة، وذلك كل ليلة، وأقرب ما يكون العبد من ربه في جوف الليل الآخر، في جوف الليل الآخر. وأما قرب الرب من قلوب المؤمنين وقرب قلوبهم منه، فهذا أمر معروف لا يجهل، فإن القلوب تصعد إليه على قدر ما فيها من الإيمان والمعرفة والذكر والخشية والتوكل، وهذا متفق عليه بين الناس، بخلاف القرب الذي قبله، فإن هذا ينكره الجهمي الذي يقول ليس فوق السماوات رب يعبد ولا إله يصلى له ويسجد، وهذا كفر وفند. والأول تنكره الكلابية ومن يقول لا تقوم الأمور الاختيارية به. ثم بين الشيخ رحمه الله تفاوت المؤمنين في إيمانهم بالله عز وجل، فقال: بل الخلق في إيمانهم بالله وكتابه ورسوله متنوعون، فلكل منهم في قلبه للكتاب والرسول مثال علمي بحسب معرفته، مع اشتراكهم في الإيمان بالله وبكتابه وبرسوله، فهم متنوعون في ذلك متفاضلون. وكذلك إيمانهم بالمعاد والجنة والنار وغير ذلك من أمور الغيب، وكذلك ما يخبر به الناس بعضهم بعضا من أمور الغيب، بل يشاهدون الأمور ويسمعون الأصوات، وهم متفاوتون ومتنوعون في الرؤية والسماع. فالواحد منهم يتبين له من حال المشهود ما لم يتبين للآخر حتى يختلفون، فيثبت هذا ما لا يثبته الآخر، فكيف فيما أخبروا به من أمور الغيب؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم عن الغيب بأحاديث كثيرة، وليس كلهم سمعها مفصلة، والذين سمعوا ما سمعوا ليس كلهم فهم مراده، بل هم متفاضلون في السمع والفهم كتفاضل معرفتهم وإيمانهم بحسب ذلك، حتى يثبت أحدهم أمورا كثيرة والآخر لا يثبتها، لا سيما من علق بقلبه شبه النفات، فهو ينفي ما أثبته الكتاب والسنة وما عليه أهل الحق. وهذا يبين لك أن هؤلاء كلهم مؤمنون بالله وكتابه ورسوله واليوم الآخر، وإن كانوا متفاضلين في الإيمان، إلا من شاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين، ثم هم يتفاضلون في العلم والإرادة. فإذا كان أحدهم أكثر محبة لله وذكرا وعبادة، كان الإيمان عنده أقوى وأرسخ من حيث المحبة والعبادة لله، وإن كان لغيره من العلم بالأسماء والصفات ما ليس له، فصاحب المحبة والذكر والتأله يحصل له من حضور الرب في قلبه وأنسه به ما لا يحصل لمن ليس مثله. وكذلك الإيمان بالرسول، قد يكون أحد الشخصين أعلم بصفاته والآخر أكثر محبة له، إلى أن قال رحمه الله: وهذا يبين أن كل من أقر بالله فعنده من الإيمان بحسب ذلك، ثم من لم تقم عليه الحجة بما جاءت به الأخبار لم يكفر بجحده. وهذا يبين أن عامة أهل الصلاة مؤمنون بالله ورسوله، وإن اختلفت اعتقاداتهم في معبودهم وصفاته، إلا من كان منافقا يظهر الإيمان بلسانه ويبطن الكفر بالرسول، فهذا ليس بمؤمن. وكل من أظهر الإسلام ولم يكن منافقا فهو مؤمن له من الإيمان بحسب ما أوتيه من ذلك، وهو ممن يخرج من النار ولو كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. ويدخل في هذا جميع المتنازعين في الصفات والقدر على اختلاف عقائدهم، ولو كان لا يدخل الجنة إلا من يعرف الله كما يعرفه نبيه صلى الله عليه وسلم لم تدخل أمته الجنة،
فإنهما وأكثرهم لا يستطيعون هذه المعرفة بل يدخلونها، وتكون منازلهم متفاضلة بحسب إيمانهم ومعرفتهم. وإذا كان الرجل قد حصل له إيمان يعرف الله به وأتى آخر بأكثر من ذلك عجز عنه ولم يحمل ما لا يطيق، وإن كان يحصل له بذلك فتنة لم يحدث بحديث وإن كان يحصل له بذلك فتنة لم يحدث بحديث يكون له فيه فتنة. فهذا أصل عظيم في تعليم الناس ومخاطبتهم بالخطاب العام بالنصوص التي اشتركوا في سماعها كالقرآن والحديث المشهور، وهم مختلفون في معنى ذلك والله أعلم. وبهذا انتهت هذه الحلقة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.